كنت ارسم انا وصغير، وبعدين كنا بالصف ارسم لرفقاتي على جسمهم، وكنت شوف هيك عالم تعمل تاتو بالابره، فهيك صرت شو حبيت الفكره وصرت اعمل لهم تاتو على جسمهم بالصف. بتذكر اول مره عملنا الماشينز هاند ميد كانت، بعدين اشترينا الماشينز من برا وبلشنا نعمل تاتو. اول شيء كانت صعبه انه كيف بدي اعمل اول تاتو بالماشين على حدا، يعني كنت تاتو انه عم بعمل تاتو فعليا تاتو، يعني مش انه عم بخرطش بالابره او شيء. كانت احلى تجربه لي بحياتي كيف عملتها وزبطت، وصارت العالم تجي من بعد هذا الشاب اللي عملت له التاتو، بلشت العالم تجي شوي شوي اكثر واكثر.